أهلا بكم، حنقوم بإنشاء برنامج لإدارة كافيه. هذا هو البرنامج. هنا لدينا القسم الخاص بإضافة المنتجات، يمكننا إضافة العديد من المنتجات هنا، وهنا لدينا قسم الفاتورة. هنا عندما نريد أن نقوم بإضافة منتج أضغط على هذا الزر Add Product، حتظهر هذه النافذة. حقوم باختيار صورة للمنتج، أنقر هنا على Select Image، ومن هنا أقوم باختيار أي صورة أريد من أي مكان في الجهاز. مثلا حختار هذه الصورة، أنقر Open، تظهر الصورة هنا. هنا أكتب اسم المنتج، حكتب هنا تي، وسعر المنتج مثلا 1 دولار. الآن عندما أقوم بالضغط على سيف، حيقوم بحفظ هذه البيانات بداخل قاعدة البيانات، وحينشئ زر هنا بجانب هذا الزر، تظهر صورة المنتج واسم المنتج والسعر. أنقر على سيف، هنا أخبرني برودكت آت، يعني تمت الإضافة. أنقر على أوكي. انظروا، تم إنشاء زر هنا يحتوي على صورة المنتج، اسم المنتج وسعر المنتج، وهنا سباين بوكس من خلاله يمكننا تحديد عدد المنتج، وأيضا حينشئ أزرار لتعديل المنتج ولحذف المنتج. عندما أريد حذف منتج، أنقر مثلا على ديليت هنا، تظهر رسالة هنا، أنقر يس، تم حذف المنتج. عندما أريد التعديل، أنقر على إديت، حتظهر لدي هذه النافذة. يمكنني تغيير الصورة أو تغيير اسم المنتج أو سعر المنتج. هنا لدينا قسم الفاتورة. عندما أنقر مثلا على هذا المنتج، إنه زر، حيتم إضافة اسم المنتج، عدد المنتج، وهنا حيضيف سعر المنتج. يمكنني تحديد عدد المنتج، مثلا هنا حخليه 2، وأنقر، حيتم إضافة اسم المنتج، وهنا عدد المنتج 2، وهنا حيضرب سعر المنتج للمفرد مع عدد المنتج. هنا أيضا حيظهر المجموع الكلي للسعر. يمكننا حفظ هذه الفاتورة على أي مكان نريد بالجهاز. عندما أنقر على Save Bill، حيتم حفظ الفاتورة. Clear، حيتم تفريغ هذه الفاتورة. انظروا، تم تفريغ الفاتورة. عندما أقوم بإضافة منتجات الآن وأريد طباعة الفاتورة، أنقر على هذا الزر، حتظهر لدي هذه نافذة معاينة الفاتورة. أنقر على Send to Print، حيتم إرسال الفاتورة إلى الطابعة. هنا أخبرني تم الإرسال إلى الطابعة. حنقوم بإنشاء هذا البرنامج بالكامل.